اهم قرارات اللي اتخذتها اليوم الجمعيه العامه الاستثنائيه هو سيستم دو شامبيونا على مده 3 سنوات سواء للرجال او السيدات اللي راح نتبعوه ان شاء الله ابتداء من هذا الاسبوع. 3 سنوات القسم الممتاز يصبح ب 16 فريق، وبالنسبه للسيدات يصبح ب 12 فريق ان شاء الله، وابخي 3 سنوات نزيدو نديرو سيستم واحد اخر. ليسونسيال تقليص عدد الفرق من 27 الى 16، وتقليص عدد الفرق من 16 الى 12 بالنسبه للسيدات. وحنا طبقنا القوانين في الجمعيه العامه، دونك احنا رانا نمشوا مع الدوله تاعنا، ولكن تقعد بعد النقاط اللي نختلفوا فيها. وافقنا باعتراض على بعض النقاط، ان شاء الله نوصلها للوزاره الوصيه، وان شاء الله تكون هكاك نظره باش اموا الناس اللي كيما نقولوا احنا فنات حياتها في كره اليد ما تروحش على قانون. واليوم يتاسف شغل حنايا صادير ما غير مرغوب فينا على اللي تصير فيدراليه او نادي. انا نتمنى ان شاء الله الوزاره تعاود تعالج هذا الموضوع وتصيب تصيب تصيب كاش يقولوا حلول باش تمد الفرصه للرياضيين السابقين المسيرين، باسكو هذا القانون راح يقيس فئه كبيره من المسيرين اكفاء اللي عندهم كفاءه كبيره في التسيير. واحد هذا يعني قرار يعني مجحف، لان من غير المعقول انسان ضحى حياته يعني في الرياضه ولا خاصه في كره اليد، كان لاعب او كان يعني بعدها كان مدرب وبعد يصعد يولي رئيس رابطه ولائيه ولا يعود في الاتحاديه، ومن بعد يعني يلقى روحه انه غير معني بهذا الانتخابات. كاين ثاني انسان الممولين اللي راح يمول لك فريق يعني يسخر في امواله وممكن في جهده وفي وقته، ومن بعد انت تجي تحرمه. يعني على الاقل نتمنى انه يراجعوا يعني الوزاره تراجع هذا القرار، لانه ما يخدمش الرياضه